السلام عليكم الاخوان، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هنقدم لكم الخلطه اللي غادي ندير اليوم ان شاء الله، ديال الخضار اللي فيها البروكولي والخيار والجزر والبربا وربعه العروشه ديال القرقير. دابا غنديروها في سميتو في المونينيكس باش تطحن. السلام عليكم الاخوان، بالنسبه للخلطه ديالنا ملي طحناها في الهشوار ها هي كي كتولي. غادي نزيد عليها شويه ديال الخميره البيره وشويه ديال خميره البيره بالنسبه كندير 2 غرامات، وبالنسبه للبيوتين كندير تاوي 1-2 غرامات ديال البيوتين، وكنقدمها للطويرات ديالي ان شاء الله. ونتمنوا تدعمونا في القناه ديالنا وديروا لايك وبلي كومونتير، ولأي سؤال بغى شي واحد انا نجاوبوه عليه ان شاء الله. مرحبا بكم الاخوان، ونتمنى نكون مفيدين ومستفيدين.